مسابقة اليوم، منو بياخذ الثلاث نقاط؟ المسابقة كالآتي: بتصفون في لاين واحد، سمعتوا صوت بتكونون في رقم واحد، سوينا رقم ثلاثة تنقزون على رقم ثلاثة، إذا قلنا اثنين النقز ما تلمسون اللاين ولا تطلعون ولا تطيحون، ولازم تكونون سريعين علشان نشوف منو اللي بيفوز. آخر واحد من أي فريق هو اللي ياخذ الثلاث نقاط. واحد من فريق هاني والثاني من فريق راعي سبيعة، والفار شغال وراء. حلو حلو. راعي سبيعة برا، تأخرت. محمد برا وحسين برا، محمد وحسين برا، محمد وحسين برا، محمد وحسين برا. براكان برا، براكان، براكان برا، براكان برا. ماشي. حتى لا، بنشوف. انت ما تتكلم، انا بشوف الفار. حتى بعد رجوع للفار ضربت الثانيه، بعدين رحت كنت مستخبي وراهم، الفار ورا كاشفنك. كم جاهزين؟ سريع. هاني برا برا برا، بين زعيم طرابلس وزعيم مانيلا. يلا بنشوف وين بتروح الثلاث نقاط. سريع سريع. لا لا برا 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 برا. لا لا خلاص، لمست الارض، لمست الارض، لمست الارض. مسابقة قانون، لازم رجلي يدرسوا مش ايدي. رجلين مش الايدين. انت انت سويت مثل الكنغر. لا والله خلاص، ثلاث نقاط لفريق راعي سبيعة. الفار يكشف ريل علاوي على الخط. نشوف، كبر، داس الخط وبالوضوح في الفار. بعد الرجوع الى الفار، ايوه، اتضح ان علاوي لمس الخط وخليل لمس الخط، وبهذا الثلاث نقاط مش لأي فريق. يبقى الوضع على ما هو عليه، 12 نقطة بست نقاط. يبقى الوضع على ما هو عليه، ما حد فاز في هذه المسابقة. بس تخسرتهم الثلاث نقاط، لكن أمس توقعت، طلعت ما شاء الله عليك. فالجائزة كانت 1000 درهم من سناب العمدة، و500 درهم من عبد الله الوعيضي بو سعيد. يستاهل 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 يستاهل. اشكر على عبد الله الوهيبي، واشكر بو راشد. منو الوهيبي؟ هذاك عبد الله الوهيبي لاعب نادي العين. عبد الله الوعيضي الكعبي بو سعيد. عبد الله
عويضي ما خلاص اشكر مشكور ابو سعيد مشكور ابو سعيد مشكور ابو راشد ايوه على الجائزه جزاكم الله خير ايوه ان شاء الله في ميزان حسناتكم امين امين تستاهل تستاهل راحت المستحق سابقة باكر انتظروها مسابقة مشوقة كوميدية وفيها تحدي منو يقلص الثاني مرانو يا مرانو مرانو يا مرانو مركز في اي بي مركز في اي بي انا مرانو يا مرانو مرانو يا مرانو والخاصم بتلقيه والخاصم بتلقيه حمام مغربي مرانو وافضل المساج مرانو بذكر مانيكر مرانو انا مرانو يا مرانو مرانو يا مرانو مركز مرانو سبا للرجال المركز الفي اي بي في غرفة الفي في اي بي استخدمنا الحمام المغربي وسوينا هلا حمام تركي اللي حته والبراكان دلع في دلع اللي بيجرب الحمام التركي والفوطة التركية والدلع والنظافة شو رأيك شو رأيك شو حلو حلو انا ما اعرف ما اعرف انا اكل الدور الامور طيبه انا ما فهمت شيء الامور طيبه شيبتنا شو رايك في الشغل العدل عنده ارجع الله 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 استاذ 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 هذا الحمام التركي ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك بيض الله وجهك دلع في دلع وخدمه في في اي بي يا سلام انت شو تسوي ها؟ شو تسوي؟ بزيد الرغوة بزيد الرغوة عشان ننظف ننظف أبو راشد يا سلام أهم شيء التدليك المغربي مرتاح السويبة مرتاح دلع 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 أيوة بالمعرف عاش المعرس عاش نظف عليك حبيبي ايش عليك رايح جاي رايح جاي بعد ما شفنا مفاجأة غرفة الفي في اي بي نروح لغرفة الفي اي بي والمفاجأة الثانية يا سلام يا سلام هذا ما الشد دوت والتبديل ده ما ينفعش معايا يا سلام تبديل وشهر انت وهو مستنيين ايه يا سلام شهر اللايف تبديل تبديل الله 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 هلا شوف مستانس الله الجاكوزي وشوفوا الدلع كان دورك معلقه ومجهزه والخوات اللي يبون يهدون ازواجهم بمناسبه يوم الحب شغل عادل غرفه في اي بي الجاكوزي موجود البديكير والمانيكير موجود يا سلام يا سلام يا سلام حمام عزكم الله والتلفزيون والأناقة والفخامة في غرفة البي آي بي شغل عدل ها؟ تدب هاري مسابقة اليوم ايه؟ كثر ير ايه؟ وهاري هي سمشي مرة؟ دقدق ما علي سام تنقع بيع عصبان أباك تقول لي بكل أمانة بدخلك على واحد منهم تم. وبعد الجلسة تقول لي والله ما أقول غير الصدق بس تم والله ما أقول غير الصدق مساج الزيت الحار وروح لرأس بيعه والله. طلبت مساج مع أني أنا مدخل راعي بيعه وبصوره عندي حالة لكن يوم شفتك أنك تقول صدق أن جسمك متدقدق والله كتير عم بعورني ظهري يا بروس خلاص تم تم, تم. خليك يلا هذه غرفة ثانية وكل غرفة مجهزة تجهيز يا سلام يا سلام يا سلام شغل عدل الناس بتمشي على كلامك خليل مدح المساج وإن مدحته بيمشون على كلامك ترى ذمة وضمير ذمه وضمير إن مرة لا واجد كلام عنه مرة؟ مرة مساج مليحين فيك أرق تعبان متدقدق يا سلام شغل فاخر من الآخر وخصم 50 بال... أي بيتكم المزرعة ولا؟ احنا في مكان سري طويل ما حد يعرفه ايه؟ وحنا نقول الله على مكان الله يوفقه ولكن أبو راشد ما يستاهل انك تنزل حسابك خرافيين ومتابعين عليه تأخير أقول الشيء يعني انفل؟ انفل نعم بسرعة كمان دخلت في الأمر ها؟ بسرعة أنت رأيك ما يمشي وأنت رأيك لو سمحت ما يمشي هني هذا حبيبي تبى صحيح ايه؟ المكان طيب والسفينة طيبة روحنا 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 كنا بنبيت في مزرعة صح. وبنسوي عنها إعلان بالباكر لكن ما يازت لنا واللي ما يوزلنا أبدا صح. واللي ما نقبله على نفسنا ما نقبله عليكم بيض الله وجهك
الحين انت ما مخلينا نرقد، تبى تقول لنا خروفه قبل النوم؟ نخربكم قبل هالنوم. شو خربها؟ عشان يعني قصه قصه دخيلك والله العظيم تحيدنا من عندك جايينك من الساعه 2 الظهر. لا فينا قصه البركان تبوت روسني ونرقد روسني. حرام عليكم، هو حالف علينا انه يقول لنا قصه. بس انا اقول خرفان لا خروفه يعني قصه يلا قصه. يلا اسمع قصه. يلا بنسمع القصه. سكوت. انا شاكك مخرف اصلا. سكوت. متابعين يبون قصه كوميدي. عندك قصة كوميدية ولا ما عندك قصة؟ أبشر يلا تفضل تفضل. أنا هرجز الجميع ولا يهون. سمعت قصته عيبتك ولا لا؟ لا والله. إنزين من تذي أنا حذفتها. عيبت قصته؟ لا. من تذي حذفتها؟ ما نافعة ولا مفهومة هي بتقول فيش ناصر. سامحني. كل اللي قلته كله ما نزل. قصتك الصراحة فاشلة يا أبو راكان. عندك قصة؟ عندي. حقول لك ليش انا اصلا سموني المركب بالزعيم، ما بدك تعرف ليش؟ ليش؟ حقول لك وراشد. اسمع يا وراشد. وراشد الايام جايه وكثير جايه وطالبينها طلبه ان اليوم طاحت خلصت. بنسمع بنسمع قصته. قصه الزعيم. ما بدك تعرف ليش سموني الزعيم؟ يلا قول. نحن عندنا بالمنطقه في غوبه. ايه. كل يوم يطلع صوت غريب من هالغوبه. والناس ما القلب تروح تشوف شو في بقلب الغوبه. حلو. ناس تفوت ما يرجعوا، ناس تفوت وما يرجعوا. اوف عم وين هالعالم عم تختفي. يوم من الايام كلموني قالوا لي خليل طالبينك، ما قلنا الا انت. حلو. تنزل وتشوف لنا شو هالصوت اللي عم يطلع من الغابه. نزلت. خليني ممكن اكفي قصتي؟ انا هيدي حقيقيه. انزين كمل. نزلت انا من البيت وفت على الغابه. ايه. كانت بحدود الساعه 11 12 بالليل. حلو. دخلت. ايه. وقت قلت طلع بوجهي اسد. ها؟ اسد. اسد 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 هذا مسوي عرفتوا اسد حقيقي. طب خدوني احكي الحكايه ولا لا؟ لا لا كمل كمل. الاسد اسد ولا قطو؟ اسد ابو رشد. اسد قطو. انتو سمونه كديسه. كديسه. انتو سمونه شو القطو؟ بسينه. بسينه. بسه. بسه. انزين شافني الاسد وشفته وبيه. انزين ركض علي الاسد. ها ركض علي الاسد. ركض علي. هجم علي. ها هجم علي. هجمت عليه انا. انت ركضت عليه وهو ركض عليك. بلش الضروبه بيني وبينه. حلو. لحتى مسكت له كفه هيك وفتحت له كفه هيك خلعت له يمه. شو كفه يعني؟ كفه يعني كفك. كفك. مسكت له نيبه حنكه. انت تقول كفك قلت له. نحن بنقول له كفه بلبنان يا ابو. ايه. اوكي. شو هالغريب؟ لا والله خالد اسمع. فتحت له هيك هذا. فرط الاسد. وقع بارضه دغري. ايه. وطلعت انا من هالغوبه وريع على الشارع والناس شايلني. ايه. قالوا لي شو صار معك؟ قلت لهم انا لله وانا اليه راجعون. توفى الاسد. عشان هيك سموني المركب بزعيم طرابلس. انا عم بقول لك ليش القصه ليش مركب بزعيم؟ يعني خريب طرف خريب. اسد اسد اروح له. يلا مسوي مسابقات ولا شيء؟ ايه. ماشي. ياقف ماشي. خليك تروح على الاسد. صدقته ده صح؟ ها؟ طيب انا عندي قصه. لا 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 حبيبي. لا 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 عندي قصه ولا لا؟ لا 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 الموضوع بيجي فيه كذب. لا 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 انا عندي قصه اقسم بالله. لا 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 حبيبي. اسد فتح خشمه وقتل وجمارك للناس كده. انا ها؟ سال عني مين انا؟ مصيبه ان انت في المسابقات زيرو على الشمال وصدق. طيب جربني مع الحيوانات. شوف وراك شوف. كسرت الجامع كسرت الجامع. قضاب قضاب. ياك تلعب صقرة اشوفك. انا العب صقرة. اعطيها تشكيلة الغراب. تشكيلة الغراب. تشكيلة الغراب. واحد واحد عشان ما تخاف وترقد وانت مطمن. مع اللي جيته للاسد اثنين. مع الاسد بنفسه ثلاث. الكوكباني في غرفة واحدة. في احلى من هايك. شكله راح شوي بيقدم استقالتي قريب. افا تودر هذا الجميل. انا عارف. وتودر هذا قاتل الاسد. ها صبر جميل والله مستعان. وافقت انك ترقد ويا الاسد وقاتل الاسد. شو ياك؟ بعطيك القطو مجانا. شو ياك انت يا راشد؟ منو قطو؟ كنت ها منو قطو؟ لا ما بنته. انت كديسه. شو ياك انت؟ كنت زهير. كنا ثنين وكنا امورنا طيبه. شو ياك؟ شو حلمك؟ شو من سلطياتك؟ قالوا لي زيد القروب بزيد. الساعة 4 تجمع، الحين تجمع الساعة 2، شو بلاك؟ شو حلمك؟ يا مسلم
الشغل ما يخلص. نزلت الجدم. الشغل ما يخلص. يا أسد يا يمي. الشغل ما يخلص. نعم والعمر بيخلص. العمر بيخلص. نعم. نبغى نرتاح. نبغى نرقد. أيوة. نبغى نرقد. ها؟ طلع لي بن أبوش اللي شرب من زمان. إيه. تدري تدري من زمان. إيه. لا هذه. أقولك يوم أبوي يعطيني البن أبوش أقول له ما باه يقول لي شربه وخلاص زوعي شو كيف. صبحون على خير.